أشار المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري إلى وجود خلافات بين أعضاء التحالف الدولي بشأن الدواعش المحتجزين في شمال وشرق سوريا. وقال جيفري في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع التحالف الدولي في واشنطن إنه يوجد خلاف في الرأي بين الدول الأعضاء في التحالف الذي يقاتل تنظيم داعش الإرهابي بشأن عودة عناصر التنظيم إلى دولهم الأصلية. وأقر جيفري بوجود مشكلة كبيرة، مشيرا إلى أن الخلاف يتركز حول ما إذا كان ينبغي تسليمهم لدولهم أم ستبحث تلك الدول أمرا ما وتدرسه بمزيد من التفاصيل على حد قوله. وحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دول التحالف قبل الاجتماع على أن تتسلم البلدان الأصلية عناصر التنظيم الذين تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا من واشنطن هدي العويس الصحفية والباحثة السياسية، ومن بيروت عبد السلام أحمد ممثل إدارة ذاتية في لبنان. مرحبا بالضيوف. أبدأ من عندك أستاذ عبد السلام، في ظل توصيف معتقلي داعش من قبل قسد بالقنابل الموقوتة ووقف ودعوتها لبلدانهم لاستلامهم، هل ثمة أوراق متاحة لإقناعهم بذلك مع رفضهم حتى اللحظة على تسلمهم؟ يعني موضوع ملف الدواعش بالطبع يقلق الأوروبيين. الأوروبيين بشكل عام كانوا يتمنوا أن يتم ذبح هؤلاء في ميادين القتال وأن لا يتم أسرهم. هم من جانب لا يبحثون عن إيجاد آليات قانونية لمحاكمتهم في مناطق شمال وشمال شرق سوريا روجافا، ولا هم راضين حتى باستلام هؤلاء. لذلك المسألة عالقة. التركي يستثمر هذه الورقة بشكل جيد ويقوم بالتهديد. ممثلي السفارات الذين التقينا بهم هنا يريدون أن يبقى الملف بهذا الشكل، أن يبقى حتى هؤلاء بيد قوات سوريا الديمقراطية. هم حقيقة يخشون أن يقعوا هؤلاء بيد التركي الذي يعرف كيف يستثمرهم ويبتز أوروبا كاملة بهم. طيب، بانتقال إليك أستاذة هديل، مرحبا بك من جديد. واشنطن دعت الدول الأوروبية لتسلم رعاياها من الدواعش ومحاسبتهم في بلدهم، ويبدو أن هذه المسألة تثير جدل ما بين أعضاء التحالف الدولي لمحاربة التنظيم الإرهابي. هل لدى واشنطن أوراق تقنع تلك الدول لاستلام رعاياها؟ نعم، في الحقيقة لا تملك واشنطن الكثير لتقوم به لتضغط على هذه الدول الأوروبية لإعادة رعاياها. الرئيس أردوغان يردد هذه الحكاية أن أسرى داعش يجب أن يعودوا، لأنها أصلاً حالة يعني تساير الرئيس ترامب وأكثر الرئيس ترامب الذي اتهم دائما الأوروبيين بأنهم لا يقوموا بما عليهم فعله لمساعدة الولايات المتحدة في مسألة التخلص من تنظيم داعش. أوروبا لا تريد أن تعيد كل هؤلاء، لأننا رأينا أصلا هناك أخبار الآن عن أن من عادوا ومن أعادتهم. لا تمتلك أوروبا الآلية القانونية لتقوم بمحاسبة هؤلاء، لتقوم بزجهم بالسجون مثلا. الآن بعضهم مثلا ممن عادوا هم خارج السجون في أوروبا، وبالتالي من الصعب على أوروبا أن تقبل بهم، ولا يوجد يعني سطوة أمريكية كافية لتقنع أوروبا أو تجبرها على القيام بهذه الفعلة. والمثير للاهتمام، أنا يوم أمس مثلا الولايات المتحدة نفسها هناك ما تسمى عروس داعش، وهي هدى مسنة، وهي أمريكية يمنية، وهي أمريكية مولودة في الولايات المتحدة وتتمتع بكامل يعني أهليتها كمواطنة أمريكية، ذهبت إلى تنظيم داعش الإرهابي وكانت تحث الإرهابيين في الولايات المتحدة على أن يقوموا بعمليات إرهابية ضد الأمريكيين. يوم أمس تحديدا هنا المحاكم الأمريكية جردتها من الجنسية الأمريكية، قالت أنها ليست أمريكية وبالتالي لن تقبلها الولايات المتحدة. إذن الولايات المتحدة لا تريد هؤلاء ولا تريد عودتهم، وبالتالي أيضا لا تملك الكثير لتفعله لتضغط على أوروبا. طيب، قسد كانت قد انشغلت في صد العدوان التركي عن مكافحة الخلايا النائمة للتنظيم الإرهابي، وبالإضافة إلى ذلك شهدنا حالات فرار لبعض هؤلاء المعتقلين في مخيمات الشمال السوري. برأيك هل سنلمس أي ضغوط من التحالف الدولي على العدوان التركي لإيقاف عدوانه؟
نعم طبعا، يوم أمس كان هناك هنا في واشنطن الاجتماع الدول اجتماع المجموعة المصغرة لدول المحاربة لداعش، وكان هناك يعني كل الاجتماع كان عبارة عن توجيه لوم ونقد كبير من دول تحالف الناتو والدول العربية أيضا المشاركة في التحالف ضد داعش في الولايات المتحدة بسبب قرارات الرئيس ترامب. وكان كل ما يقوله بومبيو وجيمس جيفري والمسؤولين الآخرين الأمريكيين هو أننا لازلنا بقون في سوريا، لازلنا مستمرون بتنسيق مع قسد، وسيكون هناك اهتمام بمكافحة تنظيم داعش. جيمس جيفري قال بالحرف الواحد: دعونا لا نشير بأصابع الاتهام لبعضنا البعض، ولكن دعونا نركز على عودة تنسيقنا مثل ما كان في العام 2014 ضد تنظيم داعش، وأننا سنستمر بتنسيق مع قسد. قال أيضا: أشاطر الجنرال مظلوم القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، قلقه من أن تنظيم داعش يعود. وبالتالي كل هذا يعني كل هذا الضغط من الدول الأوروبية ومن الرأي العام الأمريكي هنا يدفع إدارة ترامب إلى تغيير مواقفها إلى البقاء في سوريا. وهذا كله يعني مع تزامنا مع استراتيجية النفط، حيث يقول ترامب لمؤيديه أننا نبقى فقط لأجل النفط، ولكن من الواضح أن البقاء هو لأمر أوسع. كان روبرت فورد السفير الأمريكي يوم أمس قد كتب مقال قال فيه كشف ما هو وراء هذا البقاء الأمريكي الحالي في سوريا، وقال أنه لمحاولة لإعطاء قوات سوريا الديمقراطية أوراق قوة في تفاوضها مع روسيا ودمشق أيضا، لكي تتمكن من صياغة يعني حل نهائي يجعل روسيا وكأنها هي من ساعد الآن قسد، ولكن يساعد سوريا الديمقراطية من الحفاظ على مشروعها، مشروع الإدارة الذاتية الذي ترى فيه الولايات المتحدة أصلا عملية وآلية للحفاظ على الاستقرار في المنطقة بعد هزيمة داعش. طيب أستاذ عبد السلام، السؤال من شقين: في حال استمر رفض الدول الأوروبية تسلم رعاياها، ما هو مصير هؤلاء برأيك؟ وأيضا ما ردك على ما طرحته الأستاذة هديل حول بقاء القوات الأمريكية، نقلا طبعا عن روبرت فورد السفير الأمريكي السابق في سوريا، بأن بقاء الأمريكي الآن في سوريا هو لصالح قسد أو الإدارة الذاتية كي تضغط والحصول على مكاسب سياسية من دمشق وروسيا. تفضل. يعني نحن بالطبع نحن نراهن على محادثة مع دمشق للوصول إلى توافقات لمصلحة الحكومة السورية، مصلحة سوريا عامة، ومصلحة أيضا سكان مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية وإرادتهم السياسية التي اليوم ممثلة في مسد وقصد وإدارة ذاتية ديمقراطية لشمال وشرق سوريا. يعني بالطبع الدواعش الموجودين في المنطقة هم سيتم محاكمتهم يعني أولا وأخيرا إذا امتنعت هذه الدول عن استقبال رعاياها من الدواعش، وقتها الإدارة الذاتية الديمقراطية ستوجد آليات قانونية لمحاكمة هؤلاء. موضوع الأمريكي والروسي والآخرين القوى الدولية والإقليمية هم لهم مصالحهم، ومصالحهم عندما تتعارض مع مصلحة الشعب السوري يطيحون بهذه المسألة. القضية يجب أن تحل من خلال الحوار السوري ونخرج من هذه الأزمة. يكفينا دماء ويكفينا خسائر. نحن لا نعول لا على الأمريكي ولا على الروسي ولا على الإيراني ولا على التركي، نحن نعول على الشعب السوري، على مشروعنا، مشروع الأمة الديمقراطية، حيث يتساوى الجميع بالحقوق والواجبات. طيب بالدقيقة الأخيرة أستاذ هديل، برأيك ما هو مصير هؤلاء الدواعش الأجانب في ظل رفض دولهم استقبالهم، المصير النهائي لهم؟ المصير النهائي هو أنه من المستحيل أن يعود كل هؤلاء إلى أوطانهم، وهذا يعني يبقي على الأقل ضيفكم يقول أنه لا يثق بالمجتمع الدولي، ولكن المجتمع الدولي يعمل وفقا للمصالح، وهذا المجتمع الدولي يملك الآن مصالح مع سوريا الديمقراطية مع هذه القوات، ومنها أن هؤلاء الذين هم يعني بالألاف هؤلاء الأسرى من الدواعش، لا تثق الولايات المتحدة بأن يكون هناك من يحتجزهم ويضمن عدم انفلاتهم في سوريا إلا قوات سوريا الديمقراطية. هذا يعني يبقي المزيد من الاعتماد والمزيد من التواصل الأمريكي مع قوات سوريا الديمقراطية، ونرى الناتو حلف الناتو الآن يلعب دور كبير في حث الولايات المتحدة على إبقاء علاقتها مع قسد.
ومن أجل واحدة من هذه الأسباب وهي الأسباب هؤلاء الأسرى الذين هم مثل ما قلنا بالألاف، وعودتهم إلى أوطانهم هو أمر شبه ضرب من المستحيل، لأن هذه الدول الأوروبية وغيرها لا تملك آلية لإعادتهم أو محاسبتهم أو التعامل معهم أبدا. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات من واشنطن هدي العويس الصحفية والباحثة السياسية، ونشكر ضيفنا من بيروت عبد السلام أحمد ممثل الإدارة الذاتية في لبنان. بهذا نصل وإياكم السادة المشاهدين لختام حديث اليوم لهذا اليوم، شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.